هذا يجعلنا دائما نثق بالله ونثق بحكمة الله، حتى ولو رأيت أن الشيء اللي ربي عم يعاملك فيه فيه شوية شدة، لا تتهم ربك، لا تتهمه، كن على يقين أن هذه الشدة التي تراها دواء لك، ولسوف تجد بعد ذلك أنها خير، وأي خير، ولسوف تنجاب الشدة وتجد ثمرات هذه الشدة. يعني هذه عبرة ينبغي أن نقتطفها. الإنسان ضعيف، أول الأمر تنتابه هزة، وليش يا ترى، ليش ليش، لكن بمقدار ما تكون ثقتك بالله قوية لا تقول هذا الكلام. نعم، تستسلم، إيه نعم، وتعلم أن الله لا يفد إليك منه إلا الخير، إما أنه يكون خيرا ظاهرا، وإما أن يكون خيرا مقنعا.